كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى نلقاكم نتمنى كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم الطاكوس المنزلي اللي كيجي الصراحه كيجي زوين ولذيذ وبمقادير جد بسيطه يعني في متناول الجميع. دابا ندوزو المقادير طريقه ديال التحضير. الله ندوزو المقادير ديال العجينه ديال الطاكوس. كنحتاجو فيها نص كيلو ديال الدقيق الممتاز، ما يعادل 4 كؤوس ديال حليب العنبه، واحد كيس ديال خميره الحلويات، نص كيس ديال الزيت، نصف كاس نباتيه، جوج معالق كبار ديال الحليب المجفف، معلقه صغيره ديال السكر حبيبات سنيده، والقليل من الملح. ندوزو الطريقه على بركه الله. بسم الله. كنديرو الدقيق ديالنا في كسعة أو في أي حاجة غتعجبنا فيها. كنضيفو الزيت، كنضيفو الملح، كنضيفو هداك الحليب المجفف، ممكن كنضيفو العناصر كلها اللي عندنا اللي ذكرنا قبل. سكر هشيم، كنحاولو كنجمعوهم كاملين. ديتي عندك تحمل. كنجمعو العجينة ديالنا بواحد نصف كاس ديال الماء يكون دافي، والعجينة كتبقى على حسب الدقيق، يقدر يقدك داك نص كاس أولا ضيفي، المهم على حسب، خاصها العجينة ما تجيش قاصحة وما تجيش رطبة. نجمعها ونرجع عندنا من بعد ما جمعناها، كتجي بهذا الشكل، ما مرخوفة ما قاصحة. دابا غادي ندوزو باش غنقطعوها قطع، المهم نتوما على حسب المقلة اللي عندكم. انا عندي المقله شويه متوسطه، ما كبيره ما صغيره، المهم كبيره شويه. غادي نقطعهم شي 10 ولا 12 قطعه على حسب المقله اللي عندي. نتوما عاوتاني غادي تشوفوا المقله عندكم، الا كانت صغيره غادي تقطعوها صغيره. ندير شويه ديال الدقيق، نحاول نمشيوها مزيان باش نقطعوها. باش صافي كنقطعوها قطع متساويه. نقطعت الطرسان الموز كيقصني، كنحاول نجمع هذيك الكويرات. نغطوهم هنا، من بعد كنجمعو كلشي وكنغطيوهم بالبلاستيك الغذائي. بعد ما كنحورهم هكا كنخليهم يرتاحو واحد ساعة ولا نص ساعة على من ما كنوجدو الحشوة ديال الطاكوس. ممكن تحتفظي بها في الثلاجة، لأن راه مفيهاش الخميرة، فيها غير هاديك كيس خميرة الحلويات. تحتفظي فيها في الثلاجة حتى لغدا وتخدميها وقت ما بغيتي. أنا دابا محتاجاها، دابا غادي نصبر عليها غير ساعة ولا ربعة ولا انا ما طلق ليا، وعلى من نجيب الحشوه وغنرجع لك. الله كنحتاجو في الحشوه ديالنا كنحتاجو واحد الكميه، انا درت هنا صدر ديال الديك الرومي، المهم الكميه المتواجده عندكم. يمكن لكم ديروا حتى اللحم ديال الديك الرومي المفروم اولا الكفته اولا تشاركوهم كاملين. انا درت هنا غير الديك الرومي. هنا عندي واحد البصله كبيره مفرومه بهذا الشكل. عندي هنا في البهارات، عندي هنا كنحتاج شويه الملحه، عندنا فص ديال الثوم، عندنا معلقه معمره ديال الابزار، معلقه ديال الخردل، معلقه ديال الفلفله الحمراء، ومعلقه معمره ديال السكينجبير. عندي هنا زيت العود قليل، عندي هنا معلقه ديال القزبر المعدنوس، عندي هنا القليل من الحامض اولا الخل، عندي هنا بصله ربع بصله مفرومه بهذا الشكل اللي غادي نديرهم على الصلصات. عندي هنا الخل اللي غادي نضيفه هذا الشكل، هادو غنحتاجهم للصلصات، الصلصه اللي غادي نرافق الطاكوس ديالي. عندي هنا الخل، عندي هنايا المايونيز هذا منزلي، عندي هنا الفلفل الحار، عندي هنا الكيتشوب، عندي هنا مركز طماطم، وهذه بالنسبه للبهارات اللي غادي نستعمل في الصلصه ديالي. عندي هنا فلفله مع معلقه ديال الفلفله الحمراء، شويه راس معلقه ديال راس الحانوت، عندي هنا معلقه معمره ديال الابزار، والقليل من الملح.
كنخليو كيك شحب مع القليل من الزيت حتى كيبدا كيغلي لينا شويه. نضيفو هاديك القطع ديال الديك الرومي مع القليل من زيت الرز ونحطوهم كاملين مع بعضهم. نضيف القليل معلقه اللي بقات كتلكم ديال الليمون حامض كنخليهم كيتخلاو واحد الشويه عاد كنضيف لهم البهارات ديالي. من بعد كنضيفو هذوك البهارات اللي كنا من قبل كلهم كنخليهم يطيبو مزيان من هاد الصلصة هادي. كنخليو العناصر تبدا مزيان في هاد الصلصة هادي. راه غير في الطويل هذا ديك الرومي دغيا كيطيب صافي. نخليهم يطيبو ونزيدو نزيدو لي صوص ديالي. ديالي هو طاب. دابا غادي نحطو يبرد على جنب وغادي ندوز نطيب الخبز ديالي ديال الطورتيلا. غادي ندوزو نطيبو باش نعمرو الطاكو. دابا كندوزو كنطلقو هاديك الوراق الكويرات ديالنا عفوا كنحاولو ما نرققوهمش بزاف. كنبقاو نديرو الدقة الكارطو باش كيساعدنا. من بعد ما سخناتنا المقلة كنطيبو البيزات ديالنا حتى كنحسو بهم بداو كيطيبو. ومن بعد كتسخن المقلة مزيان كنقصو منها ما كتكونش ناقصة وما كتكونش عالية. كنبداو كنطيبو في هاد الطورتيلات ديالنا حتى كنكملوهم. ونخصهم يجيو شوية ماشي بزاف واخا ماشي ضروري تنخونا حيت هو يكون منفوخش بزاف. طابت اللولة حنا عارفين كملنا كنطيبو باقي الحاجات ديالنا. كنكون كنطيب في نفس الوقت كنكون كنوجد الخام من موراه لأن دغيا كيدور الخام. نستمرو تنطيبو في هاد الخبيزات ديالنا ديال الطاكوس حتى كنكملوهم ونرجع عندكم باش نعمروهم. بركة الله. غادي نزيدو الصلصة البصل الفروم معليش كنحتاج هنا الفلفله الحمراء وراس الحانوت القليل من الابزار القليل من الملح والخص ديال التوم. غادي نضيف عليها معلقه ديال المركز ديال الطماطم كيتشوب انا كندير صلصه وحده كنرافقها في الاول في الاخر صراحه هي اللي كنجي كنخلط فيها كلش كتجي زوينه بزاف. الحار ولا الحار تيبقى على حسب الذوق ديالكم. انا كيعجبني هاد الصلصه تكون حارين هنا كنحتاج ليه المايونيز قطرات من الخل وكنخلطو الصلصة هادي. أنا كندير صلصة وحدة هي اللي كنرافق مع الطاكوس نتاعي. كندير قليل من زيت الزيتون كنضيفو القليل من زيت الزيتون وكنخلطو
الصلصه راه كتجي واعره، كتجي زوينه، كتجي شامله، فيها لي صوص كاملين مجموعين في صلصه واحده. غادي ندوزو باش نعمرو هذوك الطاكوس ديالنا. كنشدو هذيك الصلصه اللي صابنا قبل، كنزرعوها كامله، كنديرو الحشوه، كنديرو فوق من عفوا، نضيفو هداك فرماج جبن ساندويتش، ولا ما عندكمش تقدرو تعوضوه بالجبن المبشور. كنديرو حبات ديال البطاطس مقليه، وكيبقى كندير انا شويه ديال الكيتشوب، كيبقى اختياري اللي ما بغاش ما يديروش من فوق، اللي بغى الحار غادي يدير الحار. وكنحاول نجمع على شكل مربع، كنطرسو في الطن. الجبن المربى كنعاود نديرو الفريت، كيتشوب، كنتنيو هذا شكل مربع. كنسطو البراسو في الباني، كندوزو كنديرو في الباني باش كتبراسا مزيان، وكنقدموها. الطاكوس ديالنا كيفاش كيجي من بعد ما كيطيب؟ كيجي غزال، كيجي زوين، ما شهيتكم فيه صراحة الله. بغيتكم تجربوه، ولا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من لايك والتعاليق، واللي مازال ما اشتركوش معايا شاركوا معايا وفعلوا زر الجرس. دابا ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.